مبدئيا كده، إذا كانت الحكومة بتنسى فالمواطن لا ينسى، والتاريخ لا ينسى، والأرقام لا تنسى. خلينا نتكلم عن الكهرباء، واللي تاني حاجة يعني تاني خبطة في راس المواطن هيرفعوا الدعم عن الكهرباء تدريجيا لحد 2025. يعني 2025 مش هيبقى فيه دعم كهرباء، 2025 مفيش دعم محروقات ووقود، 2025 مفيش دعم سلع، مفيش دعم عيش، فيش دعم صحة، فيش دعم تعليم. سؤال تاني هرجع أسأله، أمال فلوسي أنا كمواطن، خيراتي أنا كمواطن، ثرواتي الطبيعية بتاعة الدولة اللي بملكها أنا كمواطن هتودوها فين طالما هتدوني كل حاجة بتمنها؟ ومش بس كده، ده أنت بتديني الخدمة بضعف تمنها، زي ما ضربت لحضراتكم الدمغة وورقة البطاقة وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة، بتتكلف على الحكومة 5 قروش بيبيعوها للمواطن ب1000 جنيه و300 جنيه و200 جنيه انت ونصيبك. النهارده بيقول لك اسعار الكهرباء الجديده نهايه يونيو او بدايه الشهر القادم هتبقى زياده من 30 ل 40%. انتوا عارفين الكهرباء زادت خلال العشر سنين اللي فاتت قد ايه؟ بالورقه والقلم والله، الاله الحاسبه فوق نسيت اجيبها معايا. زادت 762%. 762%. ازاي يا جدع؟ كهرباء في 2014 كان سعر الشريحة المتوسطة 14 من 100 قرش، صفر علامة 1.45، يعني قرش او 14 من 100 قرش. تعرف النهاردة ال 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 او اسف 14 قرش، كانت الشريحه دي ب 14 قرش، ده كان في 2014. عارف نفس الشريحه النهارده بكام؟ بجنيه 25 قرش، من 14 قرش لجنيه 25 قرش، يعني زياده حوالي جنيه و10 قروش خلال العشر سنين اللي فاتوا، بمعدل زياده سنويا حوالي 76%. عشان ما حدش يقول لك الحكومه عامله اللي ما حدش عمله، الحكومه واقفه مع المواطن، لا ده الحكومه لا واقفه مع المواطن ولا منيله. الدعم اللي بيكلموك عنه ده لا يتجاوز 8% من اجمالي 8% او 9% لا 8% من اجمالي الميزانيه بتاعه بلدنا. الصوره كنت عرضتها لكم امبارح ابراهيم بتاعه النفقات، عشان بس ما تخليش حد يضحك عليك، اهي حدش يضحك عليك ويقول لك ده احنا مشكلتنا في الدعم، الدعم مش عارف بياكل ميزانية الدولة. لا والله، ده حسب البيان المالي لموازنة البلد في 2024 و2025 دعم السلع في بلدنا لا يتجاوز 8%، 8%، في حين ان فوائد الدين، ده مش الدين، 47% من اجمالي ميزانية البلد. يبقى اللي عامل المصيبة مش الدعم، مش رغيف عيش الغلابة، اللي عامل المصيبة مش الكهرباء والملمين اللي بتدفعهم في الكهرباء، ولا الملمين اللي بتدفعهم في الصحة، ولا الملمين اللي بتحطهم على السلع التموينية، ده اللي عامل المصيبة السوداء اللي احنا عايشين فيها هي فلوس الديون والقروض اللي الفوائد بتاعتها بس حوالي نص ميزانية البلد. ويجي على الكهرباء يقول لك هنرفعها 30%. يا راجل يا طيب، طب ما انت رافعها في مطلع العام اللي فات، قالك رفع اسعار الكهرباء هيكون بطريقه يتحملها المواطن. هو ايه اللي يتحملها المواطن؟ امبارح وزير التموين يقول لك رفع سعر العيش بيصب في مصلحه المواطن، واول امبارح بيقول ان المواطنين كلموني وفرحانين بمبلغ قال ايه 20 قرش، لان لو بقى ب 15 هندي للمخبز ومش هيبقى معاه فك. انتوا بتستعبطوا او بتستعبطونا، اسف. هو ايه اللي المواطن فرحان ب 20 قرش؟ الناس ماشيه تكلم نفسها في الشارع، الناس مش عارفه هتعيش ازاي لما انت بترفع كل يوم على دماغ المواطن. شوف ايضا يونيو الاسود، رفع العيش 300%، 4 اضعاف بالمناسبه، 300 وليس 400. رفع اسعار الكهرباء الجديده بتصعق المواطن، فبقى يونيو ده يونيو اسود، اسود على المواطن. مواطن يا عيني مش عارف هيجيبها منين او يلاقيها فين، لانك انت لسه في 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 مطلع الشهر اللي فات اهو، في مطلع قصدي العام الجاري في 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 يناير، يوم 2 يناير انت لسه رافع الكهرباء 26%. دلوقتي هترفعها
في نهاية الشهر اللي جاي 40%، يبقى في سنة واحدة ترفع الكهرباء 76، اللي هو نفس المعدل اللي بكلم حضراتكم عنه، وترجع تقول لي دعم، ترجع تقول لي الدعم بياكل مش عارف ايه. لا والله ده الدعم اقل، معلش تاني يا ضياء انا اسف، حط لي تاني الصوره بتاعه الانفاق، هتعرف ان الدعم واحد من اقل البنود اللي بتدفع فيها الحكومه. شوف الحكومه بتدفع اجور 15% وبتدفع استثمارات 13%، فوائد دين 47%، الدعم 8%، المنح والمزايا الاجتماعيه 9%، حاجات اللي بتشتريها الحكومه 4%، وعندك 4% مصروفات اللي هي ايه؟ تاهت في او حاجه كده محدش عارفها، مصروفات الحكومه اللي هو البوكيت ماني، مصروف جيب سياده المسؤول، وتكييف سياده المسؤول، وعربيه سياده المسؤول، ونجفه سياده المسؤول، دي 4% اللي هو نص الدعم بتاع المواطن بيروح مصاريف بتاعه حكومه، اكلهم وشربهم وسكنهم وعربياتهم وطياراتهم وفسحهم وفسح عيالهم ومدارس عيالهم ومستشفياتهم ومستشفيات عيالهم على حسابي أنا كمواطن. والله العظيم مش حضراتكم عارفين إن سيادة الوزير مراته لما بتروح السوق بيطلع معاها العسكري السواق اللي بياخد مرتبه من الدولة؟ مش عارفين الكلام ده؟ مش حضراتكم عارفين إن سيادة المسؤول في البلد لما ابنه بيروح النادي بيسوق بيه الموظف بتاع الوزارة أو بتاع الحكومة السواق اللي معيناه الدولة؟ مش حضراتكم عارفين إن سيادة المسؤول لما بيروح النادي ما بيدفعش، ولما بيروح مش عارف المستشفى ما بيدفعش؟ هو ده أنا اللي بدفع، أنت اللي بتدفع يا بتاع يا اللي طمعانين في الرغيف أبو خمس قروش، ده أنا اللي مأكلكم أنا كمواطن، يعني مش أنا كوليد، ده أنا اللي مشربكم، ده أنا آسف ملابسكم على حسابي أنا كمواطن، بدالكم اللي انتوا بتتفشخروا بيها دي أنا اللي دافع تمنها، أنا اللي دافع تمن البدل والكرافتات والمايكات والسجاد الأحمر والعربيات المكيفة والموتوسيكلات اللي بتجري تزمر طيط 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 في الشارع وبتصدع المواطن وبتوقف الطريق، أنا اللي دافع تمنها. جاي دلوقتي تقول لي أرفع عنك الدعم؟ اسمع كده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي بيكلمنا عن تحريك أسعار الكهرباء تدريجي. تدريجي إيه يا دكتور مصطفى؟ إذا كنت محركها ده أنت مش محركها، ده أنت مزحزحها في العشر سنين اللي فاتوا بتاع يجي 760%. نتابع الفيديو. عشان كده أنا طلبت مرة أخرى من السيد وزير الكهرباء يضع خطة أخرى لمدة 4 سنين إزاي تدريجيا إن إحنا نحرك أسعار الكهرباء بحيث تكون دايما الفئات القليلة مدعومة بصورة كبيرة، ولكن على الأقل نبدأ بعض الأنشطة الأخرى هي اللي تدعم جزئيا هذا الموضوع. أنا بس بودي حضراتكم إن إحنا لازم بنتحرك في هذه الإجراءات علشان نعيد تاني الاستقرار للمنظومة. الدولة لا يمكن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة المتزايدة من قال لك الدولة لا تتحمل الأبد هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم. طب ماشي تعالى بقى ايه خالته وخالتك ونوزع الخالات. هو المواطن سايب لك ثروات طبيعيه وسايب لك 2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز بيطلع من حقل زهر، وسايب لك اكبر مساحه مائيه، واحده من اكبر المساحات المائيه في المنطقه، وسايب لك بحر ونهر وبحر احمر وسياحه وصحراء غربيه ومش ما كل ده سايبه لك عشان تدفع وتصرف على المواطن. جاي تقول لي الدولة مش هتتحمل؟ امال الدولة تتحمل ديون نص الميزانية؟ تتحمل مصروفات حضراتكم 4% من الميزانية؟ وتقول لي تدريجيا ازاي اذا كنت زودت الكهرباء في يناير 30% وعايز تزودها دلوقتي 40%، يعني 70% في عام واحد. شوف الخبر بقى عشان يبقى احنا كده ايه جاوبنا على هذا السؤال. المواطن يسدد فواتير، مش الغلاء المؤجلة، لا ده المواطن بيسدد فواتير الديون. تعرف البرج الأيقوني اللي بيتفشخروا عليك وعليا بيه؟ أنا وإنت بنسدد فاتورته. تعرف الرسالة اللي بتجيلك كل يوم على الواتساب يقولك مش عارف اشتري فيلا في العاصمة الإدارية الجديدة ب5 مليون جنيه؟
اشتري ساحل شاليه في البحر الاحمر او في الساحل الشمالي ب7 مليون جنيه وانت سالف 25 قرش على النوته، اهو انت اللي دافع ثمنهم من جيبك او من الديون اللي انت النهارده هتسد ثمنها. انا عشان بس يعني ابقى اقول او قلت اللي ليا واللي عليا، في نائبه اللي هي السيده سناء السعيد عضو مجلس النواب اللي قالت كلام فيه منتهى الجمال منتهى اللطافه، وانا بشكرها وبقول لها كتر الف خيرك اللي طلعت امبارح تحت قبه البرلمان وقالت لهم ارحموا الشعب نحن نرفض زياده سعر الكهرباء. انا بقول لها شكرا، ودي عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي المصري واللي كتر الف خيرها عملت اللي عليها. لكن يا استاذه سناء، هم اصلا كانوا سالوا المجلس اللي حضرتك عضوه فيه عن زياده سعر العيش؟ او حتى كانوا عرضوا عليكم خطه رفع الدعم؟ ولا حتى هيسمعوا كلام حضرتك؟ ده سعادتك النهارده بتقولي ما ترفعوش الكهرباء، ده هم حددوا كهرباء هتزيد قد ايه وامتى وازاي يعني. لا مستنيين، مع احترامي لحضرتك طبعا، لا مستنيين كلام حضرتك ولا استجواب حضرتك ولا سؤال حضرتك ولا حتى استفهام، ده هم مقررين وبينفذوا، عندهم خطه ماشيين بيها. لكن اهي الست اتكلمت في غيرها، لا اتكلم ولا فتح بقه، بل طالع بيبرر ويطبل ويشكر في الحكومه اللي بتدوس وتفرم المواطن المصري.